بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير. اليوم نستقبل بداية عاما هجريا جديدا، عاما هجريا نتذكر فيه من العديد من المعاني والقيم والمبادئ التي رسخها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومآثر هذه الذكرى العطرة العظيمة التي لا تنتهي، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية. المرحلة الأولى كانت المكية، والمرحلة الثانية كانت المدنية. وهذا الحدث الجلل له آثار عظيمة على المسلمين، ليس فقط في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها امتدت لتشمل حياة المسلمين في كل العصور. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن العبرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومآثر تلك الذكرى الكريمة والدروس المستفادة منها. هنناقش كل هذه الأمور وأكثر مع علمائنا الأفاضل، ضيوفنا الأعزاء وأكثر. ولكن في البداية أرحب بالزميلة العزيزة سحر عزام. أهلا بك يا أستاذ سحر، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسعادة يا سيد. شاء القدر أن تكون بداية حلقات برنامجنا مع بداية عام هجري جديد. أتمنى أن يكون عام خير وبركة وسعادة على مصر والعالمين العربي والإسلامي. في البداية برنامجنا هيناقش كل المشاكل، كل القضايا اللي تهمكم، مواهب، تجارب، هتلاقينا دايما معاك في كل مناسبة. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا الأعزاء، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد صبري، وفضيلة المبتهل وشيخ المبتهل محمد حسن السيدي. أهلا وسهلا يا فندم، طورتونا. أهلا بحضراتكم وشيخنا وعلمائنا الأفاضل في هذه الذكرى الجميلة، وهذه الذكرى التي لها أثار عظيمة في قلوب المسلمين أجمعين. هنبدأ مع فضيلتك شيخ محمد في تمتعنا بآية قرآنية عن الهجرة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. أحسنت يا مولانا. أحسن الله. وبارك الله فيك يعني. أحسن. طيب شيخنا الكريم في يعني في ظل هذه الذكرى العظيمة وهذه الذكرى التي لها يعني قدر كبير في حياة المسلمين من كفاح النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا نتحدث مع حضرتك كده انك تعيشنا اجواء هذه الهجرة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة المباركة هي بداية تأسيس مرحلة مختلفة او مغايرة للتي كان عليها الأمر قبل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة صلى الله عليه وسلم، بلغ، ضيق عليه، فكان بالتالي لابد أن هو يختار مكان آخر فيخرج إليه حتى يقوم بالدعوة والتبليغ. نعم. الهجرة فيها دروس كبيرة جدا، لكن خلينا نقف مع الآيات اللي احنا استمعنا إليها دلوقتي والشيخ محمد أكرمنا وأتحفنا بالاستماع إليها. حقيقة الآيات دي ما نزلتش في الهجرة. نعم. يعني إلا تنصروه فقد نصره الله. إحنا في كل سنة في الهجرة بنحتفل بهجرة النبي ونقول الآيات دي أول ما حد يسمعها بيربط بينها وبين الهجرة، حدث الهجرة. صحيح. لكن الآيات دي ما نزلتش في الهجرة. نعم. الآيات دي نزلت بعد الهجرة بتسع سنين. بعد الهجرة. بعد الهجرة بتسع سنين. تسع سنين. ليه؟ اتفضل. السبب ده هو درس، ان الواحد دايما ما يغترش بالباطل وان كان قوي. يا سلام. مهما كانت قوة الباطل انت ما تغترش بيه. ما يغترش بالباطل مهما كان الباطل قوي. نعم. لانه الحق هينتصر مهما كانت الظروف. صحيح. نعم. فعلا. نعم. اللي حصل انه فيه في التوقيت ده القوة الاولى في العالم الله، وهي الروم، كانت جهزت جيش عظيم جدا لغزو بلاد الإسلام والمسلمين. مفيش مقارنة بين الجيشين، جيش طبعا. الروم
عدده مهول. نعم. الأسلحة اللي عنده والعتاد اللي عنده كبير جدا. فالنبي الاستخبارات بتاعته قالت له الروم بيتجهزوا جايين. الله. فالنبي قال لا، احنا مش هننتظر حتى يأتوا. يأتي هؤلاء، احنا هنجهز جيش ونروح نقابلهم. نعم. في التوقيت ده طلع المنافقين. هم كانوا موجودين أصلا. نعم. فبدأوا يتكلموا بقى. كيف يجرؤ على محاربة القوة العظمى في العالم؟ هو بيفكر ازاي؟ صلى الله عليه وسلم. ده لو حصل اللقاء لا هيكون فيه محمد ولا اسلام ولا مسلمين، لانه جيش الروم هيمحو الجيش المسلم. فربنا اراد ان هو يعلم المسلمين بقى ويعلمنا كلنا من ساعة نزول الآية دي لحد ان يأذن الله، انه طالما ان انت على الحق فما تغترش. نعم. بالباطل إن كان قوي. طيب أنتوا هتحسبوها بلغة العدد والاستعدادات. طب أنتوا ناسيين اللي حصل قبل كده؟ أفكركوا بيه، لما المشركين جمعوا جيش من كل قبيلة واحد وادوله سلاح قوي، وده في مفهومهم وفي العصر ده جيش. صحيح. وقفوا على باب النبي، حصل إيه؟ خرج يمشي على قدميه وقد سلب الله البصر كما سلب البصيرة من هؤلاء. سبحان الله. فربنا بيقول للمسلمين بقى، طب تفسر ايه الاستخبارات اللي بلغت الرسول عليه الصلاه والسلام انهم هم ناويين يقتلوه؟ البصيره اللي وصلته تفسرها بايه؟ ده بنقول انه هم المشركين قالوا احنا عايزين نقتله. صحيح. يعني كفار قريش قالوا طب نقتله، لانه لما اجتمعوا في دار الندوه قالوا عايزين نخلص من الكارثة، من المصيبة اللي احنا فيها دي. طب ننفيه؟ قال لك ما انت لو نفيته هيكون له اتباع في المكان اللي هيروح. فعلا. صحيح. وهو نفس المشكلة. نعم. طب الحل ايه؟ بدأوا يتكلموا. طب لو قتلناه؟ قالوا هتبقى كارثة. لو احنا قتلناه اللي هيقتله القبيلة بتاعت محمد مش هتسكت عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. هيطالبوا بدمه وهتقوم حروب. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكبر القبائل. نعم. قالوا طب الحل الوحيد إن إحنا نفرق دمه بين القبائل. نعم. يعني نأخذ من كل رجل قبيلة، نجيب من كل قبيلة راجل. الراجل ده يجي فيقتل. محمد فصلى الله عليه وسلم فيتفرق الدم في القبائل كلها، فقبيلته مش هتعرف تطالب. هياخدوا الدية كده. هتروح تطالب مين؟ وهتحارب مين؟ هتحارب كل القبائل؟ فأعدوا العدة بهذه الصورة، وكانت الشجاعة، لأنه هو شجاع وأشجع الخلق صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا هذا الأمر اطمأن تماما، وضرب المثل في سيدنا علي ان هو يبيت في فراش النبي صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. ارجع بس جزئيه، انه لما النبي قال لهم خلاص طب نطلع، لا مش هينفع، المنافقين مرضوش. فربنا بقى بيفكر بيقول للمسلمين وغيرهم، بيعلمنا كلنا، ما تغتروش بقوه الباطل الا تنصروه. مش هتطلعوا دلوقتي معاه؟ فقد نصره الله. امتى؟ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ادي القوه الماديه. نعم. ده شخصين اتنين، سيدنا النبي ومعاه ابو بكر في الغار صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانية اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ادي القوة بقى بتاعة الايمان بقى. الله. فالنصر هنا من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ربنا بيعلمنا. نعم. هذه الدروس. ربنا يبارك في حضرتك يا رب فضيلة الدكتور. وبننتقل لشيخنا المبتهل الجميل القارئ. ان احنا عايزين نستمتع كده بعد الحديث اللي قاله فضيلة الدكتور احمد صبري، حاجة كده روحانية حوالين الهجرة النبوية صلى الله عليه وسلم، بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. في هجرة المختار كم من آية للعارفين بهجرة المختار في هجرة المختار
بهجرة المختار. على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مصر تميزت بالتواشيح، هل ما زلنا لحد دلوقتي في الصداره في فن التواشيح للابتهالات؟ طبعا يا فندم بالتاكيد، لان مصر يعني ما زالت هي الرائده في علم الانشاد الديني، واولا في القران الكريم، وحاليا ما شاء الله ولا قوه الا بالله في مدرسه الانشاد الديني يراها الشيخ محمود التهامي ونقابة المنشدين، وفيما حاليا أنشأوا مدرسة للإنشاد الديني بيتدرب فيها الطلاب اللي هم عندهم موهبة للإنشاد الديني والابتهال الديني، وبيدرسوا علم المقامات والنغم والموشحات الدينية وكل الأشياء التي تخص الإنشاد الديني، وبذلك الإذاعة للقرآن الكريم ما زالت في اكتشاف المواهب الجديدة والنماذج المشرفة للبلد. يعني أحسنت شيخ، أحسن الله. طيب ننتقل لفضيلة العالم الدكتور أحمد صبري. طبعا يا دكتور، الهجرة زي ما اتكلمنا كده ان ليها دروس وعبر كتيرة، ويمكن في جزئية تخص الشباب شوية، فاحنا عايزين نعرف الدروس المستفادة والعبرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمكن الشباب من ذلك او تكون لهم عبرة ويستفاد منها. يعني هو اللي نجح الهجرة بعامل كبير جدا الشباب. نعم، يعني سيدنا علي رضي الله عنه شباب، صحيح، وسيدنا عبد الله بن أبي بكر شباب، الله، وستنا أسماء شباب شباب، صحيح،
وتلاحظ ان كل الابطال في الهجره، لانه الهجره مش مجرد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس وسيدنا ابو بكر، لكن في ابطال حقيقيين. نعم. كل الابطال شباب ما شاء الله. فالدرس اللي بنستوعبه ان اي دوله عايزه تقوم ما بتقومش بايد الخبره لوحدها. صحيح. الخبره يعني الشيوخ. نعم. الناس الكبار في السن. بتقوم بخبره الشيوخ وبسواعد الشباب. هم اللي ينفذوا ويروحوا ويجروا ويتعبوا. فده اللي حصل في الهجره. لديهم طاقه ولديهم. نعم. فده اللي حصل في الهجره. نعم. فتلاحظ انه تستوعب كده درس الشباب في هجره النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحظ انه ربنا بيعلمنا انه الشباب لهم الطاقه الكبيره جدا، والكلمه الكبيره في ان الغلبه تكون لهؤلاء بالشكل المنظم اللي كانت عليه الهجره المباركه. جميل. تلاحظ كمان انه الشباب كان عندهم يقين عالي جدا، وده درس احنا كلنا بنتعلمه في الهجره. صحيح. تلاحظ انه في ايه ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا الايه دي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله. تعال نقف مع الآية دي بس نفكر فيها لثواني كده. اتفضل. الآية ربنا بيقول ايه؟ هو قل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. السؤال، النبي هيخرج من مكة يروح المدينة الأول، ولا هيدخل المدينة الأول وبعدين يخرج من مكة؟ هيدخل المدينة الأول. لا، ويروح لمكة. هيخرج من مكة الأول عشان يروح فين؟ صحيح، عشان يروح المدينة. المدينة. فالترتيب المنطقي في الآية وقل ربي أخرجني، أخرجني صحيح. الأول مخرج صدق. والترتيب بعد الخروج من مكة الدخول لفين؟ للمدينة. نعم. وأدخلني مدخل. لا، الآية جاية عكس كده. الآية بتقولي وقل ربي ادخلني الأول. دخلني المدينه قبل ما اطلع. انت لسه في المكه. صحيح. انت بتتكلم كده. عنده يقين ان النتيجه الحتميه هتكون الدخول الامن الله. له صلى الله عليه وسلم في المدينه. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني يعني عينه على ايه؟ طبعا عينه على دخول المدينه، مش على مجرد الخروج من مكه، لانه عنده يقين ربنا هيخرجه. طبعا يا مولانا، دروس الهجره اكيد مش هتخلص، والوقت للاسف جري بسرعه، ففي دقيقه هنختم كده بتوشيحه دينيه فقرتنا. لا، محتاجين ساعات وساعات. فعلا، وفعلا كنا سعداء جدا معاكم. ربنا يبارك فيك. من حب قلبي للحبيب محمد نلت المنى بل نلت كل نوالي. أنا يا حبيبي في هواك متي. أنا يا حبيبي في هواك متيم، وشدود وجهك بغيتي ونوالي. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. أنا بشكركم جزيلا، وبشكر العالم الدكتور أحمد صبري الداعية الإسلامي الكبير، وبشكر أيضا الشيخ الشيخ محمد حسن الصعيدي المبتهل والقارئ بالإذاعة والتلفزيون، وجمهورنا كمان بشكركم والله، وأنتم أمتعتونا بجد، وحضراتكم فوق راسنا. وإن شاء الله يا دكتور أحمد
ان احنا يعني نتكلم او نتحدث في هذه السيره فيما بعد في ساعات طويله. باذن الله نلتقي مره اخرى ان شاء الله. مشاهدينا هنخرج فاصل وهنرجع بالفقره الثانيه، انتظرونا ان شاء الله.